سوزرلاند يدعو الشباب لاختيار الشخص المناسب لمنصب رئيس الدولة القادم العدل والداخلية تفتحان تحقيقا في ملابسات الاعتداء على مجمع المحاكم في سبها والبعثة تستنكر سبب واحد قد يؤجل موعد الانتخابات لايام لا اكثر وانجاز الطعون هو الفيصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في نشره الرابعه من قناه ليبيا وفيها تتابعونا ايضا. اوميكرون يتصدر العناوين ويثير قلق العالم من جديد وليبيا تحذر. إلى التفاصيل. بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش آخر الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل. وأكد المنفي أن الشباب هم رهان الحاضر وأمل المستقبل، وقادرون على المساهمة في بناء دولة قوية وعادلة وديمقراطية. لافتا إلى أن المجلس يعمل جاهدا من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل متزامن عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة. من جانبه جدد كوبيتش دعم الامم المتحده لاجراء الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في موعدها المحدد مؤكدا ان المجتمع الدولي يتطلع الى هذا الاستحقاق المهم والذي سيحبر او يعبر بالليبيين الى مرحله الاستقرار والسلام. اوضحت المتحدثه باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبه على هامش المؤتمر الوطني للشباب الذي اقيم يوم امس أن مبادرات الشباب التي طرحت في اللقاء الذي حضره رئيس المجلس رياسي محمد المنفي ستؤخذ بعين الاعتبار أما عن ملف المصالحة الوطنية فقد أكدت وهيبة أن هذه المصالحة ستكون بمشاركة جميع الليبيين دون انحياز أو إقصاء كما أنها لا تعني الإفلات من العقاب لمن تجاوز مع أخذ جبر الضرر بعين الاعتبار هذا وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إشراك الشباب في العملية السياسية عوضا عن الزج بهم في اتون الحرب التي تهدم ولا تبني. جدد مبعوث الولايات المتحده وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تاكيده ان الانتخابات المقبله فرصه تاريخيه لتحديد مستقبل البلاد. وافادت السفاره الامريكيه في تغريده لها بان سفيرها شجع خلال مشاركته عبر الدائره المغلقه في اعمال المؤتمر الوطني للشباب الذي نظمه منتدى حوار الشباب برعايه المجلس الرئاسي شجع الشباب على المشاركه في الانتخابات والتصويت لاختيار الشخص المناسب للرئاسه من جهتها اكدت الممثله المقيمه للامم المتحده في ليبيا جورجيت غانيون اكدت ضروره مشاركه الشباب والفتيات بفعاليه في الانتخابات وشددت في كلماتها امام المؤتمر في طرابلس على اغتنام الشباب والفتيات لهذه الفرصه الفريده من خلال التصويت والمشاركه كمرشحين وانتخاب ممثلين حقيقيين لاعاده تشكيل الطبقه السياسيه في البلاد. مشيره الى ان مشاركتهم تعد محفزا اساسيه وقوه للتغيير يمكن ان تغير البيئه السياسيه والثقافيه. وتسهم في وضع ليبيا على طريق الديمقراطيه والاستقرار والوحده والازدهار. وجه مدير اداره العمليات والامن القضائي سامان جيم كتابا الى رؤساء الفروع والمكاتب يقضي بتكثيف الحمايه والتامين وتكليف دوريات لحمايه مقار المحاكم واعضاء القضاء كل حسب دائره اختصاصه. ياتي ذلك بناء على تعليمات رئاسي او رئيس جهاز الشرطه القضائيه لواء مصطفى بوحراره بالاستعداد لتامين مراحل العمليه الانتخابيه اضافه الى الطعون المقدمه من بعض المترشحين الذين تم استبعادهم لعدم توفر الشروط المطلوبه للترشح قانونيا اكد المحامي والحقوق جمعة تيغا ان الطعون هي جزء من العمليه الانتخابيه وهذا معروف في كل العالم ويضمن شفافيه العمليه وسيرها في المسار الصحيح وقال عتيغا في تصريحات صحفيه ان الواقع الليبي مليء بالهواجس وعدم الثقه من كل الاطراف ببعضها البعض والبلاد امام حاله من الريبه والتوجس مؤكدا ضرورة التعامل مع هذا الواقع دون أن يؤثر على العملية الانتخابية التي لا مفر ولا بديل عنها وفق قوله وحول حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها أصدرت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم وإحالة مرتكبيه للقضاء وذلك لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا تفاصيل قرار وزارة العدل سيما وان البلاد تقترب من ابواب العمليه الانتخابيه المنتظره نتابعها في هذا التقرير التفتت الانظار الليبيه والدوليه مؤخرا الى حادثه اعتداء تعرض لها مجمع محاكم سبها ادت الى ترويع اعضاء الهيئات القضائيه والموظفين والمواطنين وقوبلت بكثير من الاستنكار من مختلف الاجهزه القضائيه والامنيه في البلاد والمجتمع الدولي ايضا لما لها من تاثير على سير العمليه الانتخابيه التي تمضي قدما باتجاه موعدها المحدد وعلى ضوئه وجه مجلس الوزراء بتكليف وزارتي العدل والداخلية بإجراء تحقيق لكشف ملابسات هذه الحادثة وتماشيا مع توجيه مجلس الوزراء أصدرت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم على مجمع المحاكم في مدينة سبها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا مؤكدة أنها ستزور مجمع المحاكم في سبها وكل محاكم الجنوب دعما لزملائها والعاملين بالعدل الوزارة وفي بيان لها لفتت إلى أن الاعتداء على مجمع محاكم سبها يعد سابقة في تاريخ ليبيا وله تداعيات على السلم الاجتماعي والسياسي مشيرة إلى البيانات الدولية التي تشجب هذا العمل ومشددة على أن حماية المحاكم اختصاص أصيل للشرطة القضائية وفي حال طلب الدعم الأمني يكون بمراسلات رسمية من الوزارة كما نبهت إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام وشهود العيان فإن المجموعة المسلحة تبعيتها لطرف من الأطراف والتي اقتحمت مبنى المحكمة وأقفلتها وأرهبت العاملين بها والقضاة وهو ما يؤكده الكتاب الذي حمل الرقم الإشاري 871 المؤرخ بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر الجاري من رئيس مركز شرطة سبها المدينة الموجه لمدير أمن سبها إن حادثة مثل هذه وبحسب مراقبين للشان المحلي والتي جاءت قبل شهر واحد من موعد انتخابات تترقبها الأنظار المحلية والدولية لن تكون في صالح الاستحقاق المنتظر وهو ما يلقي على الجميع مسؤولية القيام بواجباتهم في الكشف عن المتسببين في هذه الأفعال وتأمين العملية الانتخابية التي لا تراجع عنها. بدوره جدد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح تأكيده أن موعد الرابع والعشرين من ديسمبر لإجراء الانتخابات هو موعد أقره السياسي هنا في ملتقى الحوار مضيفا أن الموعد الفني سيكون بموافقة المفوضية التي ستحرص على أن يكون الرابع والعشرون من ديسمبر هو يوم الاقتراع وضح السايح في تصريحات صحفية أن المسألة الحالية تتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية حيث أن البرلمان وافق على إجراء الانتخابات النيابية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفيما يتعلق بالأصوات المنادية بتأجيل الانتخابات اعتبر المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري سنوسي اسماعيل اعتبر أن تجاوز الموعد المحدد ولو بيوم واحد هو بمثابة المقامرة بمستقبل ليبيا على حد وصفه وأوضح اسماعيل أن تبعات التأجيل ستدخل البلاد في فراغ دستوري بدءا من تاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر أي بعد انتهاء مدة حكومة عبد الحميد الدبيبة مضيفاً أن أشكالات قانون الانتخابات والمادة الثانية عشرة يستطيع القضاء الفصل فيها خلال 24 ساعة. بين رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق عبد المنعم اليسير أن هناك تيارات بعينها تتحالف مع عدة مجموعات مسلحة مختلفة التوجهات هي من تسيطر على الأرض. حيث يتم بها استلام ايرادات النفط والتصرف بها اليسير وفي تصريحات صحفيه اشار الى ان تلك المنظومه ستفعل كل ما تستطيع لعرقله الانتخابات المقبله كما انها ستشعل حربا من الصعب التنبؤ بمعالمها حال اجراء الانتخابات وكان الفائز خارج احد مرشحيها واستبعد اليسير ان يكون لدى المجتمع الدولي القدره على ردع المعرقلين بحسب قوله وان تراجعات ستتم من قبل المجتمع الدولي ومهادنات للمعرقنين في حال تعطيل الانتخابات. هذا واكدت المفوضيه عدم وجود نيه لتاجيل الانتخابات حتى هذه اللحظه الا ان هذه الفكره وارده في حال لم يسعفها الوقت فيما يتعلق بمساله الطعون والمسائل الجاريه في الفتره الحاليه. تقرير يطرح المزيد من التفاصيل حول امكانيه التاجيل من عدمه، نتابع. تكثر الشائعات والاخبار المغرضه مع قرب الاحداث الهامه، فلا تكاد تسمع حدثا يتابعه المجتمع او العالم الا وتحيط به المعلومات غير الصحيحه من هنا او هناك، والتي تهدف في الاساس الى تشويه او تخريب هذا الحدث الهام. ومع قرب الانتخابات التي تعد الحدث الابرز بالنسبه للبلاد وللمجتمع الدولي بشكل عام اكدت المفوضيه العليا للانتخابات عدم وجود اي نيه لتاجيل الانتخابات منهيه بذلك الشائعات الدائره حول الاستحقاق الانتخابي المنتظر والذي لا يتحمل مزيدا من التاجيل او التاخير مدير المركز الاعلامي للمفوضيه سامي الشريف نفى بدوره وجود هذه الشائعات في ظل سير عمليه الطعون والاستئناف وفق المعد لها وبالتالي فان التاجيل غير وارد الا في حاله عدم الانتهاء من مساله الطعون والترتيبات الجاريه حاليا وفي هذه الحاله قد تطلب المفوضيه تاجيل البدء في العمليه الانتخابيه لاربعه او خمسه ايام الى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائيه لاسباب فنيه، وفيما يتعلق بالصفه القانونيه لعمليه التاجيل، اكد قانونيون حق المفوضيه في التاجيل بحسب المعطيات التي امامها، فهي الجهه المنوط بها تنظيم العمليه الانتخابيه، الا انهم طالبوا في الوقت نفسه الشعب بعدم الرضوخ لتشويش الافكار والابتعاد عن الضغط الذي يمارس في هذه المرحله. ويرى مراقبون أن توقيت إجراء الانتخابات يثير اهتمام المجتمع الدولي والأوروبي الذي حذر تكرارا من تأجيل أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي إلا أن إمكانية التأجيل واردة بدافع التنظيم لا العرقلة وهو ما يمكن أن يفتح باب التساؤلات عن إمكانية تغيير تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر الذي أصبح بمثابة يوم ميلادي مستقبل الشعب قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب ان رئيس حكومه الوحده الوطنيه المؤقته لن يلتفت الى اي ادله او قوانين تثبت مخالفته لكل مواد قانون انتخاب الرئيس. وقال مغيب ان دبيبه يستطيع ان يهرب من اي ماده ويطعن بها بما انه صاحب سلطه ومال بحسب وصفه. ومتابعه لاخر المستجدات حول العمليه الانتخابيه. اكدت المفوضيه الوطنيه العليا للانتخابات ان ممارسه بعض المواطنين مهام واعمال المراقبه والمتابعه للعمليه الانتخابيه دون اي صفه قانونيه او اعتباريه تخولهم بالقيام بمثل هذه الاعمال يعد خرقا للقانون واللوائح التنظيميه التي تؤسس لتنفيذ عمليه انتخابيه تخضع للمعايير والمبادئ الدوليه الحاكمه المزيد في هذا التقرير المواطنون الذين يقومون بممارسه مهام واعمال المراقبه والمتابعه للعمليه الانتخابيه دون اي صفه قانونيه او اعتباريه تخولهم بالقيام بمثل هذه الاعمال يعد خرقا للقانون واللوائح التنظيميه التي تؤسس لتنفيذ عمليه انتخابيه تخضع للمعايير والمبادئ الدوليه الحاكمه هذا ما أعلنت عنه مؤخرا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عقب تداول منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لواقعة اعتداء بالضرب على عضو المؤتمر الوطني العام سابقا محمود عبد العزيز من قبل عناصر أمنية في بلدية أبو سليم المفوضية وفي بيان لها أفادت بأن القيام بعملية التحقيق والإستجواب لأعضاء لجان المراكز الإنتخابية والتصوير داخلها دون أن تكون الجهة التي قامت بمثل هذه الممارسات معتمدة من المفوضية يعد مخالفا لأحكام اللائحة التنظيمية لممثلي وسائل الإعلام المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 35 لسنة 2021. التي توضح شروط وإجراءات اعتماد ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لافتة إلى أن الغاية من إصدار هذه اللوائح هي إضفاء مزيدا من الشفافية على إجراء ونتائج العملية الانتخابية بما يمكن ذوي المصلحة من معرفة حقوقهم وواجباتهم ويدفعهم نحو المشاركة الإيجابية كما أن التركيز على السلبيات والبحث عن الأخطاء وإن حدثت فهي لا تمثل نسبة تذكر أمام المستقبل الذي يتطلع إليه الليبيون. لا شك أن عملية الإستحقاق الانتخابي شهدت الكثير من المد والجزر في الآونة الأخيرة، خاصة وأن عملية المراقبة والمتابعة للعملية الانتخابية بدأت هي الأخرى تواجه بعض العراقيل التي من شأنها محاولة تقويض مسألة تسهيل الانتخابات على النحو المطلوب. فهل سنشهد مزيدا من المد والجزر حولها أم أنها ستضبط بدقة في الأيام القادمة شدد ملتقى القيادات الشبابية بالجنوب المقام بمدينة سبها على إجراء الانتخابات في موعدها لضمان استقرار البلاد والبناء والإعمار الملتقى الذي جاء تحت شعار دور القيادات الشبابية في صناعة الاستقرار وبناء دولة الحديثة أكد في توصياته الختامية أن القضاء مؤسسة وطنية غير قابلة للابتزاز أو الرشاوة مطالبا كل القضاة باحترام القانون وتطبيقه وتحمل المسؤولية التاريخية وعدم انحيازهم إلى أي من أطراف الصراع، كما استنكر الملتقى أعمال الشغب من كسر وحرق لمراكز الانتخابات ببعض المدن ما يسهم في شتات الوطن ويعرقل العملية الانتخابية. تبادل الممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال استقباله رئيس تكتل إحياء ليبيا والمترشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة عارف النايد تبادل الأراء حول تطور الوضع في ليبيا وما حولها مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة في البلاد وبحسب الخارجية الروسية فقد جدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه الثابت بشان اهميه اجراء الانتخابات او الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في ليبيا من الرابع وفي الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الحالي وذلك وفق خارطه طريق العمليه السياسيه الموضوعه تحت رعايه الامم المتحده وقرارات المؤتمرات الدوليه في برلين وباريس أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية فرع طرابلس وصول 18 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة عبر مطار معتيقة قادمين من مدينة الكفرة تفاصيل أوفى في هذا التقرير رغم الأحداث السياسية في ليبيا حاليا والتي من الممكن أن تتغير رأسا على عقب حال نجاحها وخروجها من التشتت السياسي والأمني والاقتصادية مع قرب انتخابات ديسمبر التي ستحسم المسألة برميها الكرة في مرمى نجاح الانتخابات الرئاسية الأولى في ليبيا ولكن ما يزال ملف الهجرة غير القانونية قائما وشاهدنا في هذا السياق أمس إعلانا من جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية في العطرابلس عن وصول ثمانية عشر مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة عبر مطار معيتيغا قادمين من مدينة الكفرة. الجهاز قال إن المهاجرين الذين وصلوا إلى طرابلس مساء الجمعة، بعد أن أحالتهم النيابة الجزئية بمدينة الكفرة بموجب تعليمات من مكتب النائب العام، قد تم إيوائهم في مركز طريق السكة، وأن من بين المهاجرين نساء وأطفال. وفيما سبق استأنفت الحكومة عمليات ترحيل المهاجرين الي بلدانهم عبر مطار مايتيغا بالتنسيق مع المفوضيه الساميه للاجئين بعد تفاقم الوضع الانساني داخل مراكز الايواء وتعثر برامج اعاده التوطين الامميه قلق يلحق بالمهاجرين من ناحيه، وقلق اخر من الدوله الليبيه التي عانت من هذه الظاهره، وجعلتها في اعين العالم بلدا لا يحترم الانسانيه، رغم انها ليست المذنبه الوحيده بل هي ضحيه انتهاك لدوله تعاني من الاساس تشتتا سياسيا وامنيا، وتسعى اولا للملمه نفسها، فكيف تستطيع احتضان من لا ولا حول ملف مكافحة الاتجار بالبشر كشفت بعثات الأمم المتحدة إلى ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا عن عزمها إطلاق مبادرة مشتركة لإنشاء منصة للتعاون بينها بالخصوص، إضافة إلى المساعدة على إدارة الحدود في ليبيا. تفاصيل هذه المبادرة في هذا التقرير تعزيز عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا وعرض منصة التعاون الدائم التي تم إنشاؤها بين بعثة الحدود الليبية والبعثات المدنية الأخرى الموجودة في منطقة الساحل لا سيما في النيجر ومالي وموريتانيا هذا ما أعلنت عنه بعثات الأمم المتحدة في تلك الدول الثلاث بالإضافة إلى ليبيا. مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق مبادرة مشتركة لإنشاء منصة لتعزيز التعاون بالخصوص لعمليات الاتجار غير المشروع بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك الاتجار بالبشر. المبادرة المشتركة هذه كانت أيضاً في صلب المحادثات التي أجراها نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني مع كل من قائد البعثات المدنية في الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود الليبية الإيطالية. وفي سياق متصل لفت عضو مجلس النواب علي التكبال إلى أن تلك المبادرات لن تستطيع تغيير سلوك المهاجرين أو مواجهة مهربي البشر فبعض الشباب تضطرهم ظروف العيش والفقر للهروب إلى أوروبا أو الانضمام لمجموعات مسلحة والوقوع فريسة لهؤلاء المهربين على حد تعبيره في المقابل وبحسب مراقبين للشأن المحلي الليبي من المتوقع أن تعمل المبادرة على تحديد المسؤوليات وطرق الدعم حيث إنها ستعمل على أكثر من عنصر ومنها القوات الأممية والتنسيق مع القوات النظامية لأنها ستكون من خلال تنسيق يشمل قطاع المسؤولية والشق القضائي والقانوني ملف الهجرة غير القانونية مطروح قبل عام 2011 لكنه كان اقل مما هو عليه الان ولكن بعدما سمي بالربيع العربي زادت الظاهره بشكل مرعب خصوصا في ليبيا التي تمتلك حدودا شاسعه إضافة إلى موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا، وهو ما يزيد مخاوف الاتحاد الأوروبي من تنامي موجات الهجرة السرية إلى إيطاليا ومنها إلى أراضيه عبر السواحل الليبية، حيث يسعى جاهدا إلى إيجاد صيغة تكبح طوفان المهاجرين عبر هذا المسار البحري، وربما فعلا تعمل هذه المبادرة على حلحلة هذه الأزمة في حال تسخير الإمكانيات بصورة جيدة والتنسيق الدقيق بين الجهات المعنية. وعلى اخبار كورونا حيث اشار رئيس اللجنه العلميه بمركز مكافحه الامراض خالد المغبوب الى ان الوضع الوبائي يعد مستقرا منذ اسابيع وتابع القول ان القلق الحالي الان يكمن في ظهور المتحور الجديد اوميكرون ومدى خطورته وما هي الاجراءات المطلوبه لمواجهته وقال المغبوب ان المركز سيعقد اجتماعا بخصوص المتحور الجديد لافتا لاحتمالية احتماليه صدور توصيات بخصوص اوميكرون وللحديث اكثر مشاهدينا عبر او حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر سكايب الدكتور رضا العوكلي وزير الصحه سابقا دكتور رضا اهلا وسهلا بك في نشره الرابعه من قناه ليبيا دكتور رضا اهلا بك بالساده المشاهدين اهلا بك يعني بدايه وللتاكد هذا المتحور الذي أشغل العالم قبل أيام من ظهوره هل يوجد إصابات تم تسجيلها في ليبيا في هذا المتحور؟ من المتوقع أن لا توجد إصابات في ليبيا حتى الآن لأن الفيروس تم اكتشافه من أيام قليلة في جنوب أفريقيا وأعتقد أن عدد المسافرين من والى جنوب افريقيا من من داخل ليبيا حيكون بسيط جدا ولكن هذا لا يعني اننا يعني لا ناخذ الاحتياطات اللازمه، مهم جدا ان يتم ايقاف وفود الحاضرين الى الى ليبيا الا عن طريق حجر صحي لمده لا تقل عن عشرة ايام وبفحص بي سي ار في اليوم الثامن قبل اطلاق سراح هذا الشخص الذي سيكون في الحجر وحبذا يكون في حجر صحي بعيد عن عن المجتمع. طيب دكتور يعني هناك توقعات في الاساس في ظهور وحدوث موجه رابعه بدايه العام المقبل في ليبيا واليوم الاوميكرون منشا دوله افريقيه يعني هذا الامر لربما يزيد الموضوع صعوبه هل تقترح المزيد من الاجراءات المكثفه غير الحجر لمده عشر ايام في ليبيا يعني هل تقترح منع الرحلات الى جنوب افريقيا من والى جنوب افريقيا نعم يجب منع دخول اي شخص سواء كان مواطن او اجنبي الى ليبيا الا بعد ان يخضع لحجر صحي جاد ويتم اجراء فحص سي ار له للفيروس قبل الخروج بالاضافه الى ذلك يجب العمل على زياده عدد المطعمين في ليبيا او التطعيمات في ليبيا. آه وفي خلال ايام قليله ممكن مع آه مع نهايه هذا الاسبوع او الاسبوع القادم بكثير ستتضح آه شيء مهم جدا مه. آه الان تحت الابحاث في امريكا. هل آه التطعيمات او الاصابه السابقه بكورونا فيروس تمنع آه هذا المرض او مثلا على الاقل تمنع الوفيات والدخول الى المستشفيات منه، هذا سؤال مهم جدا. <applause> إذا كان التطعيمات حتكون مؤثرة، يعني حكون قادرا أن تمنع الإصابة الشديدة من هذا الفيروس، وقادر أن تقلل أو تمنع الوفيات من هذا الفيروس، هذا حيكون شيء حيكون شيء كويس جدا، وبالتالي يجب علينا أن نعمل جادين الآن أكثر من ذي قبل. من اجل تطعيم اكبر عدد ممكن من الناس للاسف اكثر من نصف سكان العالم غير مطعمين واكثر من 70% من الناس في افريقيا بصفه عامه وفي ليبيا كذلك غير آه لم يستلموا او لم يتلقوا آه جرعتين ممكن آه 40% فقط في افريقيا الان اخذ جرعه واحده او اكثر ولكن اقل من ثلث السكان لم يطعم بالبره طيب آه فهذا شديد الانتقال اكون من المخيف جدا اذا اثبت انه هو كذلك يسبب زياده في في حده المرض ويسبب زياده في, في الوفيات نعم. يكون تاثيره على هذه الدول تاثير سلبي جدا وحيكون صعب دكتور... انا حكون في في دكتور رضا يعني بما انك ذكرت هذا الموضوع هل اللقاحات الموجوده حاليا تمنع الاصابه او تخفف حدة الإصابة بهذا المتحور الجديد والعديد من الشركات في الحقيقة قالت أنها تعمل على تطوير لقاحات حتى يستطيع مجابهة هذا الفيروس هل هناك تطور بخصوص هذا الموضوع؟ وهل فعلا هذه اللقاحات تمنع؟ وفي عدد من اللقاحات قالت أن حتى الـ الـ النسخ الموجودة حاليا من لقاحاتها تمنع الإصابة مثل لقاح سينافارم ما تعليقك على هذا الموضوع؟ في الواقع الآن هناك أبحاث كبيرة في أمريكا تجرى ياخذوا المصابين سابقا او الاشخاص الذين تم تطعيمهم يعني جرعتين او ثلاث جرعات سابقا ويأخذ منهم عينه دم ويفصل منه المضاد ضد الفيروس وبعدين يخلط هذا المضاد مع الفيروس الجديد اذا اثبت ان هذه المضادات قادره ان تشل او 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 تقتل هذا الفيروس او تمنع دخول هذا الفيروس الخلايا هذا حيكون يعني خبر جيد ونامل ان يكون ذلك ولكن لن تكون نتيجه متوفره الا لمده ايام ممكن اسبوع او او ايام من الان ونامل ان يكون ذلك في اقرب وقت ممكن. المشكله والخوف يكمن ان في حال اثبتت هذه الابحاث ان التطعيمات السابقه او الاصابه السابقه من من كورونا فيروس لا تمنع حدوث مرض شديد ولا تمنع الوفيات من اوميكرون عندها سيكون الوضع صعب جدا ليس فقط في ليبيا ولكن على جميع دول العالم بما فيها امريكا واوروبا يعني بالتالي دكتور اذا اثبتت اللقاحات عدم فاعليتها في هذا الخصوص وبالتعامل مع هذا المتحور ما هي الاجراءات التي ستكون او ستتخذ عندها؟ لازم حيكون هناك اغلاق تام في معظم دول العالم وحيكون هناك منع للسفر تماما من الدول الموبوءه ونرجو ان لا تكون ليبيا احدى تلك الدول في ذلك الوقت. خوفنا الاكبر ان في خلال الاسبوع القادم العشرة الايام القادمه دكتور في خلال الاسبوع القادم او العشرة ايام القادمه حيكون اذا دخل اي او اكثر من من مريض من جنوب افريقيا من جنوب افريقيا حيكون مشكله كبيره لان ليبيا ستبقى ستكون احدى الدول الموبوءه. نعم. وعليه يجب يعني فعل المستحيل ان اردنا حتى ايقاف الطيران تماما الى ان تتضح الصوره هل هذا نعم. الفيروس قادر ان يسبب مرض شديد وقادر ان يزيد وفيات او لا؟ اذا كانت الاجابه بنعم سيستمر الاغلاق التام وسيتم اغلاق الحدود وعدم السمح بالسفر من والى البلاد. يعني دكتور لنقل برأي طبي مبدئي يعني هناك تضارب حول مدى خطورة و... نعم دكتور هل تسمعني دكتور رضا نعم <applause> نسمع نعم براي الطب الاولي لنقل يعني العديد من التصريحات خرجت وقالت ان هذا المتحور اخطر بكثير وبمراحل من المتحورات السابقه وبالتالي هذا الموضوع قد يفرض ضغطا اضافيا على المستشفيات والقدره الاستيعابيه ومن جهه اخرى هناك تصريحات تقول انه يزيد من عدد الوفيات وانه شديد على العدوى ما مدى صحه هذا الموضوع الى الان على ابعد تقدير؟ حتى الان لا توجد دراسات كافيه يعني تؤكد ان هذا المرض يسبب يعني التهابات او اصابات شديده ولا توجد اي دراسه يعني تشير الى زياده عدد الوفيات بسبب هذه لذلك الايام القادمه حتكون ايام هامه وحتوري اشياء كثيره منها هل, هل هذا ما نعلم كل ما كل نعرفه الان او كل ما نحن متاكدين منه الان بالنسبه لهذا الفيروس الجديد انه قادر على الانتشار بسرعه كبيره. طائرتين وصلوا الى بلجيكا بالامس تقريبا كان عليهم ستين واحد مصاب. تصور ان شخص هذول كان عندهم نيجاتيف بي سي ار او فحص بي سي ار سلبي قبل السفر على الاقل بثلاثه ايام. بخلال خلال هذه الفتره القصيره بين انهم اخذوا فحص بي سي ار وطلع سلبي وبين وصول بلجيكا لا يزيد عن ثلاثه ايام 60 مسافر في طائرتين اكتسبوا هذا الفيروس هذا يعني ان هذا الفيروس قادر ان ينتقل وينتقل بسرعه وهذا هذا الشيء المخيف فيه هل سبب زياده في الاصابه؟ هل صعوبه في الاصابه اكثر؟ هل سيسبب وفيات اكثر من غيره هذا هو السؤال الذي لا لا نعرفه وهل سيجتاز التطعيمات والاصابات السابقه كل هذه ستتضح الامور خلال في خلال يعني. طيب دكتور ختاما يعني هل تقترح على المركز الوطني لمكافحه الامراض توصيات اضافيه لربما تسيطر على المرض وتحد او تمنع دخول هذا المتحور الى ليبيا لا شك يجب منع دخول اي حد جاي من اي دوله ثبت وجود هذا الفيروس فيها الان اكثر من دوله مم. ليست فقط جنوب افريقيا وبتسوانا فقط ولكن الان في حتى في اوروبا امريكا لازالت مم. ولكن دول الجوار التي لا تملك القدره على تشخيص نوع الفيروس الذي يصيب الناس كذلك يجب منع السفر من الى ليبيا مم. الا عن طريق حجر يعني لمده عشر ايام على الاقل كما اشرنا مم. وعليه شيء ثاني هو زيادة وتيرة التطعيمات وأعتقد مهم جدا لنا حتى الآن في بعض الدول في أوروبا قررت أنه أن التطعيم إجباري للجميع وأي واحد مش مطعم لن يسمح له بالخروج من بيته لا. يعني نحن نحتاج إجراء شديد وإجراء قوي يوضح للناس أن الالتزام بأخذ التطعيمات هو ليس خيار أمامك ولكنه ده واجب ده. عليك ده. لحماية نفسك وأهلك وجيرانك نعم دكتور رضا العوكة لوزير الصحة سابقا شكرا لك لتواجدك معنا في نشرة الرابعة شكرا لك وفي الواحات سجلت لجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا حالة وفاة سيدة بالفيروس أمس من مدينة أوجلا هذا وقد حذر التقرير الوبائي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حذر من ارتفاع مؤشر نسبة الوفيات بدرجة تدعو إلى القلق. ضمن حملة تطعيم للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع شركة أكاكوس للعمليات النفطية وإدارة الخدمات الصحية بطرابلس جرى أمس تطعيم موظفي حقل الشرارة النفطي بمنطقة أوباري بالجرحة الأولى والثانية المضادة لكورونا إلى ذلك سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس عشر وفيات وسبعمائة وأربعة وثمانين إصابة جديدة بكورونا وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة بكورونا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى ثلاثمائة وواحد وسبعين ألفا وخمسمائة وأحدى وسبعين حالة والوفيات إلى خمسة ألاف وأربعمائة وثمان وثلاثين إذا يعيش العالم قلقا متزايدا بشان السلالة الجديدة الشديدة التحور من كورونا والتي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية في جنوب أفريقيا أوميكرون وتشير التصريحات الأولية إلى أنه لا توجد أي إصابة به في ليبيا حتى الآن وسط تضارب في التصريحات بشان الوضع الوبائي في البلاد. التفاصيل في هذا التقرير. يثير فيروس كورونا الذعر في العالم حيث تتسارع اعداد المصابين به وترتفع حالات الوفيات ولم يعد حكرا على دوله واحده فقد انتشر في كل مكان من الارض وفي كل مرحله يظهر متحور جديد ومع دخول البلاد في الموجه الرابعه يدق المتحور الجديد اوميكرون المكتشف في جنوب افريقيا اجراس الانذار في جميع انحاء العالم والخوف المرتبط بالمتحور هو العدد الكبير من الطفرات فيه، مما يعني ان الاجسام المضاده من العدوى السابقه او التلقيح قد لا تقاومه بشكل جيد. وفي هذا الصدد قال نائب رئيس اللجنه العلميه بالمركز الوطني لمكافحه الامراض ابراهيم دغيس ان الوضع الوبائي مستقر وحالات الشفاء زادت عن المرحله السابقه ولكن بحذر، بعد ظهور المتحول الجديد الذي يحتوي بروتينا شوكيا يضم عده طفرات متغيره، فيما كان هناك تضارب بشان عدد الوفيات، فالمركز الوطني لمكافحه الامراض صرح بارتفاع مؤشر نسبه الوفيات بدرجه كبيره، وان استمرار الزياده الاسبوعيه في مؤشر نسبه الوفيات قد بلغت 1.55% خلال اسبوع يدعو للقلق. بينما صرحت غيس بأن نسبة الحالات الموجبة بلغت 12% فيما تراجعت الوفيات بشكل كبير وأوضح أن تظافر الجهود بين الدولة والأطقم الطبية والطبية المساعدة وفرق الرصد والتقصي والعاملين في مجال الصحة وتوفير احتياجاتهم ومكافآتهم وتحسين وضعهم المادي يبقى التزاما مشتركا بين جميع الأطراف لتفادي أي أزمة قد تحدث وفي ظل ظهور المتحور الجديد أوميكرون شديد الانتشار بدأ العالم استعداده وأظهر قلقه بعد اكتشاف حالات في دول كبرى تمتلك نظاما صحيا متطورا ولكنها عانت مشاكل مع متحور دلتا كما أن تونس شهدت انهيارا لمنظومتها الصحية فهل بدأت الدولة بأخذ احتياطاتها وتجنيد قدراتها للتغلب على هذه الصعوبات ومواجهة المتحور الجديد؟ وهل سنشهد إغلاق المطارات وإيقاف الرحلات مع بعض الدول الإفريقية القادم منها المتحور كإجراء احترازي في ظل هذا القلق الذي بات عالميا من المتحور الجديد؟ رفض نقيب الأطباء محمد الغوش تصريحات مسؤولين بالحكومة وصفوا فيها الأطباء بالميليشيات البيضاء وبالقطاع الفاسد أكد تواصل اعتصامهم أو تواصل اعتصامهم حتى الاستماع لمطالبهم وعدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة وقال الغوج إن المواطن هو من يدفع ثمن تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة زادت رواتب بعض القطاعات وتجاهلت قطاع الصحة الذي يحوي أكثر من 300 ألف موظف أكد الغوج أن بعض الأطباء وفرق الرصد لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنتين منبها الى ان الجهات الطبيه ستعقد اجتماعا بخصوص المتحور اوميكرون للنظر في الخطوره التي ستتخذها او الخطوه عفوا افتتح فرع الهلال الاحمر بوادي عتبه صيدليه الصمود بمنطقه تساوى بسبب ارتفاع اسعار الدواء في الصيدليات الخاصه وانعدامه في المراكز الصحية والمستشفيات بالبلدية تأتي هذه المبادرة في إطار تخفيف المعاناة التي يتكبدها سكان البلدية خاصة بعد أن منع ديوان الصحة بالمنطقة الجنوبية تزويد المنطقة باللقاحات والأمصال والأدوية والمستلزمات الطبية والتي تعد جريمة إنسانية بسبب الخلافات الداخلية بين المكاتب الخدمية بمكتب مرزق وسبها ومكتب الخدمات الصحية بوادي عتبة اثرت سلبا على المرضى والاطفال وسكان المنطقه. الرابعه ما زالت مستمره وتتابعنا فيها بعد الفاصل. برلمانيون يطالبون بعقد جلسه في طرابلس والسبب قانون المرتبات. اهلا وسهلا بكم مجددا بحث نائب رئيس الحكومة رمضان بوجنا خلال لقاء جمعه بوكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو سبل تفعيل المناطق الصناعية والمشاريع الصناعية الممكن إقامتها في ليبيا في المدة القريبة القادمة وزارة الصناعة وفي بيان لها لفتت إلى لقاء السمو يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات التي يعقدها الوكيل من أجل إعادة الحياة لقطاع الصناعة وتوطين المشاريع الاستثمارية الصناعية 64 برلمانيا طالبوا بعقد جلسه الاسبوع المقبل في طرابلس وذلك لمناقشه قانون المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام المحال من الحكومه الى المجلس. وفي هذا الانفو اسماء الاعضاء الذين طالبوا رئاسه البرلمان بعقد هذه الجلسه نتابع. انطلق مؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب بمدينه طرابلس تحت رعايه رئاسه مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بحكومه الوحده الوطنيه المؤقته. هذا حضر المؤتمر الذي شارك فيه 25 دوله حضره عدد من الشخصيات الاقتصاديه مع بدء انطلاقته اليوم كما سيختتم المؤتمر غدا. قال مدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال الموشي خلال كلمته على هامش المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب قال أن الاقتصاد ليس فقط إنشاء بنك أو تشييد مصنع بل هو بناء إنسان وتعبئة طاقات في مشروع تحركه الإرادة الحضارية مضيفاً أن الاقتصاد ليس حفظ المال وتكديسه بل استثماره بحكمة ورجاحة عقل في بيئة جاذبة يغزوها الامل والنجاح والكسب والاعمار الحر ونقل التقنيه. اصدر مصرف ليبيا المركزي الرقم القياسي لاسعار المستهلك والتضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري. الانفوغرافيك الاتي يوضح لكم بالارقام نسب التضخم نتابع. أكد وزير النفط والغاز محمد عون أن احتياطي النفط في ليبيا المعلن رسميا لم يتم تحديثه وقد يكون أكبر بكثير من المصرح عنه وربما يرتفع الرقم بعد ارتفاع أسعار النفط مؤخرا نتابع يشهد قطاع النفط في ليبيا ارتباكا كبيرا ربما يتجاوز حجم البلد المثقل اصلا باعباء اقتصاديه وسياسيه وامنيه منذ عشر سنوات الى خارج حدودها باعتبار ليبيا مصدرا مهما للنفط ما قد يؤثر على تصديره وتضرر الانتاج العالمي ومن هذا المنطلق اكد وزير النفط والغاز محمد عون ان الازمه الراهنه في بلاده تتطلب من الليبيين تغليب مصلحه الوطن على اي شيء اخر مشيرا الى حاجه ليبيا الى مساعده الدول الشقيقه والصديقه ومعربا عن امله في اجراء الانتخابات في موعدها المقرر الشهر المقبل عون أشار إلى أن المخصصات المطلوبة في الميزانية لتطوير قطاع النفط خلال العام الجاري تقدر بنحو 7 مليارات دينار ليبي أي نحو مليار ونصف المليار دولار أمريكي، لكن الموافقة لم تجري سوى على ثلاثة مليارات فقط، لافتا إلى أن المستهدف من عوائد نفطية خلال العام الجاري يقدر بنحو 20 مليار دولار، وربما يرتفع الرقم بعد ارتفاع أسعار النفط مؤخرا. مضيفاً أن حجم الاحتياطي الليبي المعلن رسمياً نحو 48 مليار برميل نفط خام، وأن هذا الرقم لم يجرى تحديثه، وربما يكون الاحتياطي أكبر من المعلن باعتبار أنه لا يمكن الحصول على احتياطات دقيقة بسبب تذبذب إنتاج النفط والغاز في البلاد، بسبب عدم المسح الجيولوجي الكافي للنفط في ليبيا. وفيما يتعلق بحجم الاموال التي تحتاج اليها وزارته لتطوير قطاع النفط اشارعون الى ان حجم الاموال يتفاوت من عام لاخر حيث يعتمد على جاهزيه الاجراءات الهندسيه الخاصه بالتطوير وكذلك الاستبدال والتجديد وشدد على ضرورة ألا تستمر المؤسسة الوطنية للنفط في حجز عائدات النفط لديها لافتا إلى ضرورة أن توقف الحكومة التهريب وترفع الدعم شريطة إقرار نظام مرتبات عادل ومجز يأخذ في الاعتبار أن المرتب يكون للجهد والمسؤولية ختام رابع وهذا تذكير بالعناوين نورلندا يدعو الشباب لاختيار الشخص المناسب لمنصب رئيس الدولة القادم. العدو الداخلية تفتحان تحقيقا في ملابسات الاعتداء على مجمع المحاكم في سبها والبعثه تستنكر سبب واحد قد يؤجل موعد الانتخابات لايام لا اكثر وانجاز الطعون هو الفيصل واخيرا اوميكرون يتصدر العناوين ويثير قلق العالم من جديد وليبيا تحذر وبذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا الى ختام الرابعه لمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الانترنت دوت كوم او على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الى اللقاء